السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم الطريقة اللي درت باش حصلت على هاد المحفظة هذه، أو نقدر نقوله غير يعني ساك صغير باش نقدر نجمع فيه الأدوات ديال الخياطة. هاد الجيوبة هادو أنا خديت غير صاية ديال الجين قديمة، كانوا فيها هاد الجيوب أنا استعملتهم، يعني خليتها هذه الواجهة ديال المحفظة هي هذه. هنا وضعت سلسلة، فهنا أول حاجة نفتحوا المحفظة ديالنا، القاو هاد الجهة هادي. انا وضعت هنا غير هادو غير لاستيك، وضعته هنا وضعت فيه هاد الجرارات ديال الخيط. مثلا هنا هاد الجيب هذا بهاد الشكل خيطته بحال هكا، وقسمته من هنا من الوسط، ووضعت فيه هنا هاد الطراسن هادو. ممكن توضعوا الحرير او اي حاجة بغيتو. درت هنا ستيك، لاحظوا انني خيطت من هنا لهنا، وخيط كذلك حتى لهنا، وخيط حتى لهنا وحتى لهنا، يعني قسمت البلاستيك على أربعة. هنا غادي نحلو هاد المحفظة العجيبة هذه. هنا كما قلت لكم هذه يعني منفصلة، هنا انا غير ثبتها هنا بالخيط، هنا خيطناها. فهنا انا وضعت هاد الجيب هذا، جيب كبير، وكذلك هنا على ثلاثة، واحد اثنان. فهنا وضعت هنا الحرير. اما في الجهة المقابلة وضعت هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هنا. هنا عندنا جيب كبير من هنا، وضعت فيه هذه فيها بزاف ديال الخيوط. وضعت الجيب كبير من هنا حتى لهنا، وضعت لي هاد الجيب صغير، وهذا كان فيه اصلا كان في الصايه اصلا، يعني ماشي درته. وضعت هنا علب هنا هاد الخيوط، وهاد سنتيم هنا هادي في الجهه المقابله. هاد الجيب الكبير هذا وضعت فيه المقص، لان المقص الحجم ديالو كبير، وضعنا لاغوليت هنايا. هنا وضعت الكوب فيل، وهنايا في هاد الجيب الصغير هذا، هاد الجيب الصغير. واما هاد الجيب هذا وضعت فيه الخيوط. هنا جيب تابوا معايا، هنا السلسله شوفوا انا هنا كيفاش خيطتها. وضعت هنا السلسله هي هذه، وخيطتها من هاد البلاصه هذه، ودرتها هنا. يعني هنا غادي ندورو، هي كامله كتحل، يعني غدورو بحال هكا، غتمشيو حتى لهنا وغدورو حتى لهاد البلاصه هذه. انا درت لها هاد الديكور هذا باش يعطيها واحد شكل زوين، واحد الجمالية. اول حاجه غادي نخيطوا السلسله ديالنا. فانا هنا عندي القطع ما كفاونيش، هادشي علاش انا غنلصق هاد القطع هادو. غنخيط هادي مع هادي بهذا الشكل، وغنضيف ليهم واحد القطعه اخرى. المهم هاد القطعه هاد القطع هادو خاصهم يكونوا في نفس الطول ديال السلسله اللي عندي. هنا عندنا جوج ديال القطع، فغنديروا لهم بهذا الشكل هذا وغنخيطوهم.